يعني دوافع او خلفيتها سياسيه، يعني وموضوع الفساد وموضوع العشريه وموضوع هذا جب هذا شوف حق كما يقال شوف اريد به باطل. لا شوف هو ما خارج شي ما في السياسه سوشيال، لانه شت هو البشر يمارس السياسه كامل كل طريقه، حتى المجتمعات التقليديه تمارس السياسه، من الشيخ هاي ترى فيه سياسه نوع من السياسه، وشي ما فيه السياسه ما يصح، حتى الدين فيه السياسه. ما خالق شيء جبتنا نظام، جبتنا نظام مجتمعي ولا نظام حكم ولا نظام عداله ولا نظام اي شيء، ما فيه سياسه. حتى العداله تنظر الامور السياسيه بعين الاعتبار، وتنظر الموقع اللي انت فيه بعين الاعتبار، حتى القضاء الديني وحتى القضاء الوضعي. يقير انا شاك عنه كان فم استهداف سياسي، عن هناك الف طريقه تريد الناس تحبس بها، كيف قد تخرج موريتانيا ما هو جديد علينا، احنا من 78 تعرف عنه، ما قد شرعي اسمح بس فيك الناس، والحيلة بديرها قاعد هذا كامل ولا الاستهداف ولا كذا، سوق عليها انقلاب، سوق عليها خيانة، سوق عليها اضرار بأمن الدولة، عندك كم المسميات تعرفت عند النيابة، فتشفت آلاف الناس انسجنت عليها هون عشرات السنين، سياسيين، الرؤساء، حتى الضباط يجردوا من خطوطتهم باتهامات، حتى معناها عاد أي سلطة هامة تظلم والله ما تيشي تعدل حد استهداف سياسي، ما عينها في القاع من المطولات والملفات والتحقيق وطول الشهرة وطول ما لا بد لهم به اللي أي واحد تعرف أنت أنه ما تلا عنده السلطة الدولة لا تقدر تقبل تز مشي شور ولاته ولا شور تشي كم مرة قط عدلتها ولا لا يخص قدام على الوقت قاعد يجي ناسي ناسي الناس أخبار وتعود الدور اللاطليست مستقبلا. ما نشاك عن ذاك الاستهداف بالمفهوم اللي عندك تعليه عن السياسي، مع أن السياسة لا بد تعود فهم به اللي أنت تعود قاع ما يفلي يعود معه ناضل سياسة دور تعود فيه. لقد شاك أنا عن الأسس الكبيرة اللي مبنى عليها عنها ملفات ارتئت الدولة عنهم يا الله ينفتحوا والله جبرتهم أراني أنا قد يعود معهم جادين علي نختير أن نقول هذا قد يعود معهم جادين علي به اللي ما فات شفت لهم رواية كمير موسى يقير هذا اللي نقال وقالت الدولة الدولة بدأت تحمل مسؤوليته به اللي أنت نقال لك عن وصادرة 41 مليار أنا ما يجد لي ما جد أنا كتشاك عنه قلط معدة التنجية ب 41 مليار كمان 41 مليار هي اسم الفضل بإذن الله ترى عن فرنسا والسويد الدول اللي فيها هذه أنت صادر 41 مليار عنها موجود من الاختلاس معناها عن الاختلاس 1000 مليار اللي صار فيهم متابعة الحسابات وفيهم شفاف وفيهم احنا موريتانيا أنت قد تجبر الحد أثر 41 مليار معناها عن بقيت لك 500 مليار قاع ما جبرته هذا هو اللي تحمل فيه مسؤولية يقير تعود من الشقين الناس اللي حمل لها هذا وقال عنها وشودت وقال عنها ولطخت سمعتها المستقبل والحاضر يلا لين تعود لين ينفتح حال يلا ينبش تنباش دقيق ويلا تساهم فيه الناس كاملة تساهم فيه إياك ما ينظلموا هؤلاء الناس بيقول لي هذا لين يعود كذب يعودون ظالم ظلم شديد ويلا تحاسب الناس اللي دارتهم في الوضعية يقال مو لين يعود حق ها ما يقد كي قلت انت انه يعود سياسي والله عود في اللي فضل الشعب ما يقدر يتلعب بها وكل واحد يتخطاها اللوخة يقول انت ويا الله يروي دره بالبكني بالفت بهدي مفصول فيها والانفاق طاحنا من الدوله سواء لنا عود سياسي ويسواء لنا عود عدلي عن اللي قط قبل من موريتانيا قد ينشبع يسوى صقع عند من يلا يكروا يلا تتم تعود متابعه ويلا حد كامل عنده شيء ما يتوب ويردوا ويفتح فم مجال للصلح مع اي واحد سارق والله اي واحد مختلس اموال الدوله قاعد قد يردوا إنه العصب يدو ما فيه الحس ولا فيه شيء يفتحها وتعدل اللجنة لها مضبطة وبدو يستروا الناس ورد الخلق وتعود هاي الرواية السنة اللي تعدلهم الثاني لأن هاي البلد في السوء إلا الفساد إلا الفساد. وأنا هذا الرئيس السابق اللي متهمين اليوم نعرف عنه طهون عشر عيما رأى في الدبوس مكافحة الفساد اللي يقول وأنا تفاجئت اللي سمعت هاي الأرقام ماني مصدقها أنا ماني مصدقها غير نعرف مولي عن الدولة ما تقدر تلحق من الضعف ولا من قلة العقل ولا من نجاب ولا لا عنهم اللي تقدر تسوق إلى حد أرقام ما عنده لهم أدلة فينا نحن اليوم اللي نطالبوا به الأدلة فينا نحن الأصل البراءة احنا براءة عبد العزيز رأي مهمة عندنا بين طين عشر عمان نتبعوهم وجاد علينا ولا نقول عدو كنا نقرر أنا أقول لك أنا كل ما أنا معني داعم محمد الشيخ القزوان يقير أنا كنت داعم ولا عبد العزيز من 10 عمان ولين مشي عن السلطة لين عود كنت تابع هذا وعود هذا اللي قاله محب ها هذا أنا أثر في جيبي اللي معناها عني ماني ناطش قاعد شي شخص يقال مولين عود موحب بالنسبة لي عنها الراجل عنهم عدلوا الظلمتين ويا الله يعتذروا عنه ويا الله يقال يا الله يأخذوا لدي الله عنه كذب لعاد حب أنا بعد ما نختار حد يسامح
هاجي نختار فوضى موريتانيا ترجع له بقرانه نقول لك اللي حدد بليد قاعد فيها محدد ما تقدم فيه ما شفت وفد إيه ما وجد عليا غير موري نعرف عن ما يقد عدو له حق يمشي إيه فاش عود كي قلت انت عن السياسي مسوقين على واحد هذا من الارقام ما عملي عناتهم الارقام لها بدت انت عدتوا بدون البشعان واضح. طب ما شملهم هذا الملف هل تعتقد انهم سياسيا ماتوا على الاقل ام انهم لا شوف ما حد ما يخرج حكم قضائي شو هو الرد والاتهامات هذا ما يحرق واحد ولا يضرب شيء كل حد يقدر يتهم كل شيء انا الطالبين حالا عن قضائنا يعود على المستوى اللي يعرف عن هذا ما هو شيء بسيط عن العاد مال الشعب انقبض ما يلا يسهلوا فيه ولا يلا يخلوه يقعد والعاد مواطني ها ملي من مستوى معين والله قاعد يسوهم مستواهم شنو مسوق عليهم ملطخين انه ما يلا يقبل هالقطاع يقال نحن نافعنا عنه هو ارقام شت سياسي قد يخرب فيه السوق قال الارقام ما يقدروا يسوقها وفرض عليهم هم يبرئوا رؤوسهم هم عندهم محامين هم عاقلين ويعرفوا الطريقه اللي يتكلموا لين عود هذا ما قبله ما قد حد يثبت عليهم دوري واخذ مع الوقت يقال هذا ما هو الروايه بين عشت وضحى ملف مالي كبير دور يعطي الشيء والدور تظهر الحق في الباطل الناس اللي بريئه دور تمر والناس اللي ما هي بريئه دور نحكم والناس اللي انطلصت ما هي بريئه دور يجيبوها الارقام الارقام ما قد حد يبرك عنهم دور يجيبوهم الى عاد حد مسؤول فيهم لين يحد من اللي ما هو فيهم ما هل قدم عليه الدوله ما تقدر تظلم مواطنينها انت تنخل عن الدوله تظلم مواطنيها الدوله اللي انت تسوق عليك الدور لا تعقب توقف خطير اللي انت الدوله تسوق يقير هذا كامل يلا الناس اللي تتكيس ما يتم اثار لا الرد ولا قال واحد وقال واحد ما مهم وقعت عند القضاء طين القضاء يلا عود شفاف في هذه المرحله ما يعود كل مره البيت النيابه تحققت بالتمجيه احده قضاء الملفات عاد عند المحامي يلا تقدم روايه تم يوخذ يلا اللي نعود نجبروا حسابات ياخذوا للشعب يلا انت نجبر تفضل يلا تصوروا انك نعتني يلا اللي نعود نجبر روايه تنعت تنقال ما تمشي مشهود لان هي الفضه ما هي للدول الرئيس ولا هي للوزراء هي فضه الشعب الى عاد قبض احد يلا تنعتني ولا عاد ما قبضها ما يلا يسوق على حد مولي عن نعود ماشي معناها انا شاك عن هاي القضيه بيحدد انا بعد شيء اذا عن الدوله ما هي متدخله فيها طول القطع يلا هذا يقبل مسار ولا يلا عود حد قابل انه شخصي ويلا عود قابل مسار نقدر نستفاد منه بالمستقبل في الطريقه اللي يسير بها البلد والطريقه اللي عود الخلق مسؤول بها عن اللي مودع له والدور تستفاد منه الناس اذا 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 حاولت انها تقبل هذا الجانب الايجابي انتو حد صفاك الرد وعود مهم من الله انه حلقه ولا يتوفوا وفلان خاض وفلان دخل وفلان خاض وحسابات بين مد احنا نقول حسابات بين الناس تاع تعدل السياسه ما انا داخلين فيها ولا تعنينا نحن مواطنين ندوروا اللي فيه مصلحه البلد وتعود مولي العداله لا تقبل الشور لا يتماشى عليه ما تتراشى ولا يعود فيهم استهداف ولا يعود فيهم شيء وانا بعد قناعتي انه ما نشاك عن الاستهداف ما ادري يتعدلوا لا يتعدلوا بالارقام وبالفضل اللي ما يصير لكن البعض يؤول تشبث الرئيس السابق بالماده 93 ورفضه الاجابه على اسئله المحققين بانه علامه ضعف او انه ليس لديه ما يقول او ان تهم لا يستطيع مواجهتها انت كيف تفهم تشبهه بهذه الماده وهل يعقل مثلا ان يحمى رئيس اي رئيس سابق يعني مهما ارتكب من مخالفات بماده دستوريه يعني شو هذا عندي له جوابين من ناحية الجواب الدستوري والقانون أنا ما نعرفه قد سولت عنه اثنين يعرفوا هذا كلهم واحد قرب هو للنظام واحد قرب هو للناس اللي مسؤول عن الملف وأعطوني فيه كلهم جواب من منظور قانوني فنيا ما نقد نفاصل ما أعتنت لي فهم ناس شاكين عندي كلمة دعنا تحميك من كل شيء من سابق ومن بعد ومن كل شيء فهم واحدين لك ما هم شاكين لكن أنا ماني واصل له قال من ناحية المنطقة البسية أنا بعد شاك لماذا لا يتحمل المسؤولية؟ أنا لن أعوده بله أنا أعوده بله مادة 93 قام عيني فيه بيانا ما أنا متهم بالخيان ولا أنا متهم بروايات عودت لنت تخمم في المادة 93 أنا أتخمم أنا متهم بشمل المال لن أعود ما قبضته ما يقدر تحديث في تعليجة نجي القضاء نتكلم ونوجه كلامي ونوخذ ملفاتي ولا يشك على الناس أراه هون الناس لا تم تقول رواية هذا كان رئيس اللي مشيمات لا الناس معاه والناس اللي منافقية لا الناس ما هي منافقية الناس اللي تشوف الحق ما إلى ترجع عنه إلين يوخض يدل وبراهين على عنه هذا مسوق عليه عنه ما بالفضة ويتكلم عن القضاء وهيشي ويناقش ملفاته ها نحن كاملين لين يظهر أن هذا لين نوقف موقف واحد عنه ما نقبله حد ينظلم
ولا نقول عجز تجربة، فقد نتعود الله تكون الطرف الثاني يقول عنك الفضل، يقول عنك حجزت كذا، ويقول عنه عدل كذا، ويقول عنه عدل كذا، وتموت تقول عنك متمسك في كل مادة. أنا بعد ما نعرف كان ورائي هذا هون يعني أنا عليه كنصيحة مني أنا عني ما نقبل بداية نموت فيه نعم تلاقيه بتلاقيه قاعد يكمل في واحد من 93 هذا ما هو مصلحة الرئيس السابق يقير. أنا شاك عن مادة 93 ما حطوا تخطط أنا كل نجي القضاء قضاء لي وخط أمور درهم ويهودوا إلى عادة كده والعادة حق ما عندهم اللي تبني دم اللي تبني شاك عن القضاء ما هو النيابة عن الدور الأمور لا دور لا تتقدم وار حصانة المادة ولا أنا ما قد أتكلم عنه بيجي معني متخصص كبار في قانون الدستور. البعض يقول إن نعيش يوما فترة من فترات يعني تسلط الدولة يعني سلطة ممارسة يعني الإفراط في ممارسة سلطة الدولة أنصار الرئيس السابق وأنه هو ضحية لهي النزعة كيفاش كيف يعني كما ذكرنا سابقا هناك موقف سياسي لا يعجب من في السلطة اليوم أنا واجهته في الساحة السياسية. أنا نسمع الصقع لبسناك تهم. أنا نسمع الصقع عن الدولة في ظرفية حالة. أنا قاعد عاطي من 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 قلة ممارسة دكتاتورية والله العنف والله رواية اللي قاعد الناس عادة تتهم حتى النظام عنه قاعد الناس عنها متجاوزة فيك على الحدود. أنا شفت لا عن الناس إحنا فترة جديدة هذا. رئيسي الحالي يتعامل بطريقة أخرى. الرؤساء كانوا يحبسوا. هذا الرئيس الحالي ما هو مدعي أنه يحبس. لين تسمع كلام لين تجبره لين الناس تجبره مدعي أن يحبس إلا القانون. وهذا مهم لين تعملوا الناس يقول نحن مجتمع صحراوي وحتى كامل اتبع القانون حتى في الوظائف قال لك فلان 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 ما هو مجتمع بيلي فلان ما يقدر يتملى يسيني لك انت في الكلب الأحمر. حتى لين يجي رئيس تعودنا على سلطة الفرد عن لين يجي رئيس بالنسبة لأنه ما يقدر يحبسك انت محمد لامن يقدر يحبسك لا القانون يقول لا الرئيس ما يقدر يحبسها لا هذا هذا هذه مصداقية القانون لين تنعطى تتعايش الناس بسلام وتعود الأمور زينة. نحن تعودنا عن لا رئيس يحبس الرئيس اليوم ها الرئيس ما يحبس رئيس ما هو مدعي القانون هو اللي يحبس. هذا اللي نتمكنه منه نحن كنخبة سياسية والمواطنين كمواطنين لا يخدمنا في المستقبل ونوفاه من هذا الزقريت وهذا التصفاق وهذه الأمور. وعود القانون هو السيد الموقف وهو اللي يحكم وهو اللي يطلص لين يطلصك القانون ما تقدر السلطة تحكمك ولين يحكم القانون ما تقدر السلطة تطلصك يبقى للرئيس من الصلاحيات اللي العفو لا العفو الرئاسي لا يبقى يستخدمه لا يبقى ما يستخدمه يقنع عدانا على أنه ما يقدر يحبسني. هذا ما خالك شيء يهمنا. أنت كان يقدر يحبسك وزير الداخلية كان يحبسك الوزير كان يحبسك الرئيس كان يحبسك هذا مهم العقلية في حد ذاتها اللي نعود نتبنيها رئيس ولا نتبنيها نظام نحن ما ندعمه عليها يسوى لنا الصهدف منها ويسوى لنا ما يحق عنده هو بعد قالها ونعتها يا الله من ملي عادت ما يحق عنده نجدوها عليه اللي نمشي فيها اللي فيها مصلحتنا وفيها مصلحة استمرارية الدولة. الدولة ما يقدر الناس ما تقدر تم تتحاكم عليهم والقانون ما تقدر تعود تعطي السلطات كاملة لفرد واحد هذا الشيء اللي تبقى. أنا بعد ذلك ماني شاك طب على ذكر سلطة الرئيس وما يملكه من أمور يمكن أن يستعملها حقا أو باطلا. اليوم 16 مارس ذكرى 40 لانقلاب 16 مارس 1981 يعني ما هي الحكم اللي يمكن استخلاصها من هذا التاريخ؟ إذا ربطناه التاريخ ربطوه عن الاحتقان في هذا البلد ولا المرة الوحيدة عن الاحتقان السياسي للبلد اللي يخلي أنه دائما تعود عقباه عنف وأنه يعود عقباه لا تحمل يلقى سبب يلا نبتعد من الاحتقام ويلا نحكم سيادة القانون نبتعد من الدكتاتورية ويبتعدوا الحاكمين من الإفراط في استخدام السلطة ويبتعدوا المعارضين من الإفراط في تشجير اللي خارج وتشعال النار وهيشي وتستخدم الناس السلطات الأخلاقية عدوا الصحافة يعملوا سلطتهم الأخلاقية الحرية اللي عندهم يعملوا سلطة عدوا المدونين يعبروا عن آرائهم ويقولوا الأمور قال شيء ما عندهم عليه دليل والله شيء ما يتمون ملي يشعلوا الناس وعود السلطة التنفيذية ما تستخدم في المواطن ملي سلطتها وعود الحاكم اللي عادي قد يقفل لك رواية ما يقفلها لك لين تعود رواية النهائية وعود القضاء
ما يستخدم صورته نهائيا، وكل حد لا إفراط ولا تفريط. هذا اللي يخلي هو التنقبض منه الحكم به، اللي دائما ذاك اللي يخلي يؤدي إلى الاحتقان، والاحتقان دائما ما آلاته الصدام، والصدام دائما يطفق الدول. ونحن خذنا على ياسر من الكراكة، يا الله نستفادوا منهم، ويا الله نحاولوا عنا نخرصوا المستقبل ولا نعودوا مولي واحد فيه لا سياسة. من 1960 اليوم نعدلوا لا سياسة، ما قد شفت حوار ولا نقاش على الليل الاقتصاد، والله على الليل المجتمع، والله على الليل الروايات اللي مهمة نقدر نستفادوا منها. دائما كل شيء سياسي، حتى اجتماعات القرى يجي يقسم عليهم شيء تعد اجتماع سياسي، حتى اجتماعات حد مريض تعد، حتى عاد الجنازة سياسية، تجيك الناس كده حسب الطوائف السياسية وحسب كذا. احنا مجتمع يتكلم في السياسة، يعيش في السياسة، يأكل السياسة، أصلا هذا ما هو إيجابي. هذا معناها عن الناس ما راتيته حاليا. احنا يلا نتخمم في الطريقة نقدر نشتغلوا بها. لكن حتى 16 مارس يعني فريدة من نوعها في التاريخ المولدي، غير سببها لا الاحتقان السياسي، كانت في كل فترة في احتقان سياسي داخلي، والسبب اللي جاء بك الصنادرة وعد انقلاب وخلافات الصنادرة بينهم، هي كان سبب ولا الاحتقان السياسي. انقلابات حدثت وما حصل كلها باحتقان. شو الانقلاب؟ الصنادرة ما قطع انقلاب لوجود السلطة، ما هم عن الأمور في العالم كامل. الصنادرة أبدا ما يعدون انقلاب، ما هو يعد هناك احتقان لا يخرج فراغ يقبل الحكم، يقول لي ما الصنادرة ما يقدر يقبل الحكم راهم على الصنادرة، صنادرتنا نحن، احنا اللي نسلحهم، احنا اللي نخلصهم، والشعب قد ضعفه قوي، سلطته قوية، سلطته اللي تعود على العقل. الشعب غير موجود، لا 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 تقول لي غير موجود، لا اللي ينفصل فيه عود موجود، لا كلام يقولوا بعدين ضعفه، الشعب موجود يا غير ما فات احتاج نشبه. ما تقدر تنعت لي انقلاب قد تخرج مهول ثاني ولا يعتاب احتقان سياسي ابدا، ما قد الصنادرة عندنا انقلاب من ياك انهم يوصلوا الحكم. ونقدم عندهم شو 78 احتقان حرب الصحراء، ذاك عقب ذاك صراعات هم خلقوا احتقان اقتصادي واحتقان كل شيء، تم هم يتواكلوا لين جمعوا 84 خلقوا الاحتقان. كان المطلب الشعبي هو الديمقراطيه، عدل هنا الخاتع دي ديمقراطيه ولو شكليه، وتم حاكم مره ثانيه ما قطعوا عدل الانقلاب ولا شيء لين خلق احتقان سياسي. متين كساحه حكمت الاسلاميين انقطعت معارضا خلق احتقان، خلق انقلاب فرسان التقرير اللي تعرف، ومن ديك الساعه خلق احتقان تيني مشى حكم إذن جسيدي ما قدوا يرحموا يعدلوا لها انقلاب إذن صانعوا احتقان سياسي. هل تعتقد أنه بدون احتقان ما يقدر يخلق انقلاب؟ هل تعتقد أن موريتاني ودعت الدكتاتورية؟ أنا شاك عن ما هو موريتاني، شو العالم تغير برواية بسيطة، العالم غيرت وسائل التواصل الاجتماعي، تغير العالم فر، عادت أمريكا تحكمها الشعبوية، وعادت فرنسا يغسل الحزب الاشتراكي والحزب وحزاب اليمين وكل شيء، وتجيك فرنسا مارش تجيك مادة جاية جديدة قاعدة جاية لا ما تعرف من كانت، وخلق هذا في العالم كامل، وامريكا نجح فيها ترامب وياسر من شيء به اللي العالم تغير طريقة وصول المعلومة، وهذا مادة ما تعاملت معاه تعود بتردية وصول المعلومة تغير به اللي انت اللي كنت تعلم به اللي انت هو عاد عالم به راعي شورفة صالنيار، وعالم به راعي في نهاية توكار، ما تلات أي معلومة مشهودة والورانية تخرج في مجلس الوزراء في الصالونات في كل شيء تعود معروفة وتقدر تنجبر بالصوت والصورة. استقبال المواطن للمعلومة تغير، وطلبات المواطن سقف طلباته للخدمات وسقف طلباته لوجود الدولة ارتفع، لذلك يعني الدولة لا بد تتعامل معها وتعود عادة موجودة أكثر أكثر. طب لأن الوقت ثمين، منتقد النظام الحالي يقولون انه مشغول بمحاربه فساد سابق، واليوم يمارس يعني اكبر قدر من الفساد، والنظام غايب عن من وقفه. زين، هذا الفساد اللي يمارس ولا مو فاني نقول لك عني ماني عالم به، يتكرر ان نفس اللي خرجنا في العشر عيمان الفايت اللي كنا ما عالم به وعقب وخاب. هذا الفساد اللي الناس اللي تقوله متخشمين؟ ما هم متخشمين قاشون توه فساد، ما هو كلمة بالحال يقول حد راعي فلان فساد، هو فساد الحمد لله طريقين يجبر بها، ترى شنو؟ وثيقة والله تقرير محكمة حسابات، والله تقرير مفتش الدولة، والله تفتيش داخلي، طريقة أخرى حد قال بها فساد ما يحب يقول لك. أوكي أنا أقول لك، أنا راح أعطيك صورة يقول لي كان فساد والله. أنا راعي في الموظف عمر، أيوه والله زين أه؟ أنا أعرف عراته 400 ولا 500 ولا 600 ولا مليون. خلال سنتين شرى الديار وشرى الوتات والطوار والإجازات وكذا، يعني
انا كمواطن انا كمواطن نسكت لين تبعد محكمه الحسابات وتمشي التفتيش ونحكم حكم قضائي بساعنا متى شوف هون فيه مديرين في الدوله ها كلهم دخل الدوله عنده الشرايك هذا من قوانيننا نحن اصبر اصبر حني هو قد يعود تاجر قد يعود كل شيء يعني ما لك لك عنه مفسي يا غير الدليل ما تجيبوا ليش وسا بين القوانين هون طريقه تقنين حسابات وتقنين ولايات قاصر جدا وانت ما تقدر لا علمت ان واحد بنى دار ولا عنده شنو الفضل تقول انه فسد ما ترى ناس يقولوا راه ذهب شوف حد يعطيه شيء هذا ما نقول لك انه ما هو فساد دين اشارات على الثراء الغير مشروع لانشاء يلا الدوله تحقق فيه يلا الدوله تحقق فيه هو اليوم اللي خطير انك انت ينقال لك تجي تهمه كيف تلقيت انت تسمى رجال ينقال لك فلان عدل كذا وكذا يسوى كذب ويسوى حق القبة نيابة ما تتحرك في هذه الدولة يلا انت تسمع شيء كيفه تحقق فيه انت ما يقدر يعود تنقال جرائم كبيرة ينقال لك فلان لا الفضل اخبارا قال لك هاي بيع المخدرات يكثر كلام فيه يكثر كلام فيه هذه يلا الدولة تحقق فيها والله الناس القيرتها تحبسها لا بد تقبض لي انا حقي ولا تقبض مني الحق شيء جين يكثر يلا الدولة تحقق فيه ثراء غير مشروع يلا الدولة تحقق فيه حد طلع له ياسر ما يعرف حد اخبارنا وتحقق فيه هذا دور الدولة قال هذا ما يخليك تقول انه واحد مفسي هذا شغلت الدولة لين تفوت الدولة تحقق فيها وتثبت عليه الفضل من جابرها يك الساعة على هي مرقعة نفسي هاي مشكلة هاي مشكلة هذا جزء انتوما كسياسيين هون دوركم شو احنا شو احنا قاع ما لنا سياسيين حتى رؤيت الروح صح حسب سياسي سمعت هي قال شفت انا شو هاي الناس ما هي الله تضرني ياسر بين ما زر قلت لي قاع شوف زر قلت لك يا غير اصواتك اللي اخر قلت لهم انا ماني قايل دائما قالوا عن يقول عن الحكم موسم شوف احنا ما لنا باخر شيء الا اللي قد نساوي بمشي نقولوا غير مدري هو ما هو معناه انك رئيس حزب والله انك سياسي انك انت لا ماشيته ذاك راهو خاسر ذاك راهو خاسر ذاك راهو خاسر هذا عنده اجهزه والدولة ما تقدر تعود فوضى ملي عن لا كل حد ماشي يرد وحده هذا معدل له إدارات معدل له يلا تنتعش ويلا تسقم ويلا يعدل عليها توعية ويلا يواعى الشعب لأن احنا الديمقراطية عندنا منها لا زر ثقافة الديمقراطية مفقودة والسلطة ملي والحرية مستخدمة استخدام تعسفي كل حد حريته ما تنتهى عند حرية الآخرين لا ماشي ولا نهاية لها صاحبي حريته بلا نهاية والقاضي حريته بلا نهاية وصيد بوليس حريته بلا نهاية هذا هو المفصول نوحلوا فيه شدوا اخبارهم وخلوا عن السياسة الاخرى احنا يلا نوحلوا في قضايا جوهرية اللي تتقدم بالبلد تتقدم بالبلد تعود الناس مولي كاملة متوافق عليهم ونعدلوا عليه اجماع ونبدأوا من جديد واضح. حتى عن الشك عنا قاع ما ظهر لي عنا قد ينفعنا ما هو لا استنسخنا الثورة الثقافية لعدل ما وتشيتونغ في الستينات في الصين لا هي اللي تنفعنا بيدنا احنا قاعد احنا لا رينا قاص رينا كل شيء رينا كل شيء عندنا مشكله كبيره طيب يقول لك راه قاص رايت بطر شي النبي وشعب ما يشتغل ايش بقى بالاقتصاد احنا ما عندنا حد لا يبالي لا عندنا حد لا يعدل القدرون ولا عندنا حد الخليج تصرف تنات رجعت عليهم اليوم الخليج كل دوله منهم فيها مليونين وساكنتها 30 مليون ما هي منها 30 مليون هويتهم اندثرت لغتهم فشات ماتوا عايشين في وطنهم هذا نحن ما الله يتكرر عندنا الشعب ما يشتغل وتندموا عليه وراقوا عالجوها وعالجوها شيء ما يقير لو رديتهم اليوم على الورق ما يعدلوها لا لا شو هو التطور ما هو معنى عنك تبني شيء من الديار وعود عندك شيء من الفضل هذا ما هو التطور انت دولتك لما تتطور على الطريقة اللي جالة تتطور بها وتعود انت هو اللي متحكم فيها وانت هو الموجود فيها وانت هذا مين قالوا التطور اللي قالوا شيء شعب ما يشتغل نحن في هذا الحال نطوروا العقلية المواطن اللي معششين فيه طيور عن الناس يلا تتخطى عنها من العقد وتعود تشتغل تعود تعدل يد العامل احنا كنا مجتمع بدوي والمجتمع البدوي يحتقر العمل يدوي الناس تشتغل مساكين راح يتجهر بقناه ما تشتغل شو لا 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 ما تشتغل شو هكذا شورتنس ليه تجيبوهم ما تقدر ترى واحد يقبل لك عود بلومبي ولا لا تجبر واحد يقبل عود الكترسيان ولا لا تجبر واحد يقبل عود يعدل الدقس ولا تجبر واحد يقبل يعدل كذا ولا تجبر واحد الناس ما تشتغل دور لا ثراء بسيط احنا نحتاج إعادة نظر في التشكيلة الاجتماعية واضح طب توعية كبيرة نحتاج دورة ثقافية طيب انت اليوم هناك حديث عن حوار وطبعا حوار سياسي انت كيف تنظر
إلى هذه الإشارات إلى الحوار؟ هل نحن بحاجة إلى حوار سياسي؟ شوف، هو الحوار رواية يلا قاعد تملى خارج يقير حوار سياسي في هذا الظرف جاءك حالة. أنا ماني شايف أنه محتاج شيء، بيجي النظام ما هو في أزمة، والحوار يخلق لي يعود النظام في أزمة، ده يوخى ولها راسه، والله يعود الوطن في أزمة هم ويوخى، والحالتين مفقودة. نحن نحتاج لا حوار، احنا بقى في الازمات، لا حنين شو هي الازمات، ما هو في فرق ما بين الازمه والنكسه والهزيمه، هذا لا كله مستوى كيف رقم 1 2 3 هذاك هزيمه ولا كامل سلبي. نحن بين ذاك وذاك، شو نحن عندنا ازمه، اول ازمه نعاني منها اليوم، وهنا الناس ما تتكلم عن ازمه قيميه اخلاقيه، القيم اندثرت انتهت، لين تخرج جميع اللي عاد خالد القيم. نحن نحتاج اليوم الى ثوره بدل الناس تموحده بالسياسه، هم قالوا حوار اجتماعي، لا 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 ما عن قاعد السياسيين، المجتمع اللي صنت حاله والاسر والناس يلا تحاول عنها. احنا اندثرت القيم، اندثرت الاخلاق، اندثر كل شيء، الطريقه اللي عادوا عن بها هذا هو اللي بعد قاعد مجتمع اللي ما يحافظ على القيم كل شيء لا ينتهي. احنا اليوم اندثرت القيم كيف تيجي؟ اندثر كل شيء. شوف نحن مجتمع بدوي ما نفرق بين التطور واندثار القيم، التفسخ الأخلاقي، التفسخ كل شيء، لا لا ما نتمسكين. شوف اليوم في أزمة أخلاقية كبيرة جدا 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 جدا، يلا العلماء يتكلموا عنها، يلا المثقفين يتكلموا عنها، ما عندي الوقت، يعني واحد ما هي جايبتني هم، أنت تعرف عنها خالق وكل حدا في كل شيء على جميع الأصعدة، على شوف عن الناس ماتت مهم عندها ما عندك تقول عندك الفضل يسوى ليك تجيبها من الصرقة. أنت هون البلد الوحيد في العالم قال لك هذا إيه منه، قال لك هذا واحد من تركة الدروك، هذا قد سمعته في العالم مو أمور تاني، والناس تركه معه وتكبر وتسلم عليه، قال لك هذا منه، هذا فلان، هذا قد سرق على واحدين شورى هي اسمها قد تفقرش وجابش من فضله سرقوا على واحدين في الأرض الفلانية، هذا هو لا ما عن الأمسي الدولة، ما مشاكي منه حد. يا خان كمجتمع، نحن كمجتمع عندنا أزمة أخلاقية عادة كبيرة عن القيم، شات عادها بلش واخر، قال هذا ما هو مشكلة، المشكلة اليوم عن الحوار يلا يخرج على القضايا الجوهرية للبلد، خلق علاش؟ ما هو على السياسة وتكسام، تكسام الوظائف، تكسام السياسة، تكسام كذا، والمعارضة لا تجي والمولات لا تجي وكذا لا تجي، مو مهم. يا الله يخلق نقاش سياسي على الأمور لمصلحة البلد، مثلا يعود خارج حوار على طريقة الانتخابات، الطريقة اللي تخرج بها مازال الوقت، تعدل وتعود الناس كاملة مأملة فيها للي فيه المصلحة، وتعود الطريقة اللي تتقدم بها الديمقراطية ما هي اللي تتراجع بها، لأن أنا بلقني بعض الكلام عن المتباركين، بعض من الأحزاب يقولوا عنهم لا يمسوا النسبية. شفت نظام محمد الشيخ قزواني ما يلا تتراجع فيه الحريات، ما يلا تتراجع فيه الديمقراطية، النسبية نوع من تقدم الديمقراطية يلا لا تنزال وما تنتقص، ما يلا تنتقص، يلا يناقشوا قضايا تعليم، يلا يناقشوا قضايا التفاوت الاجتماعي، يلا يناقشوا ملي ما هو بالطريقة اللي كانت تناقش عن ليش من السياسة وش من الخلق ويقفلوا عليهم ويعدلوا هما نتائج، يخلصوا الأمور اللي مهمة كما عن الدولة هم اللي يعدلوا كامل اللي يطلبوا من الإدارة تطبيقه. الإدارة قاعدة اللي فيه المصلحة كاملة يلا تتبارك معها تطبقوا من دون حوار، ويلا الناس اللي تتحاور كلها يعد الورقة، أي حزب والله أي مجتمع مدني والله أي فاعل سياسي والله أي حد يرى في نفسه الإهلية يعد الورقة عن من مصلحة موريتانيا يخرج كذا وكذا وكذا، وهذه يعدوا المكاتب ويدرسوه ويخرصوا اللي فيه المصلحة من ناحية السياسية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية كل شيء يخرص، ولا عينه في حوار غير اللي خالق لك حالة. أنا مانيش يقع عنه حوار، هو حوار تنقال رواية ترعاها الدولة وتعود متبنيتها، يمكن احنا ما لنا محتاجين له ولين تخلي ما هي ضروريه. وانا بعد ما ماني شاك عن النظام لا يعدلها قاعد بيدي معدلها ليش، انا شاك عن القوى السياسيه ارتأت هي من راسها عنها تجابر، انا راني ما عايز طولي ما اعرف انه شيء غير القوى السياسيه الله اللي عنها ارتأت عنها يلا تجابر، ولين تجابر يلا تاخذ بنتيجه، ويمكن النتيجه اللي تاخذها تعلم بها الاداره، والاداره قد تشارك معها بوحدين ولا تناقش معها هذا اللي يناقشوا هما، والدوله ماني شاك عنها. انا بعد ما علمت بحوار راعيته الدوله، ولو كانت راعيته لو عجطري نعود نقول عني زمكت في الحوار. لا حصل اجتماع ودعوا الاحزاب الممثله، شوف الاحزاب الممثله للبرلمان قاعدين تسمعها معناها عن هذا بعد قاع ما هو سياسه، بيو تمثيل البرلمان ما هو روايه ثابته، انا اليوم ممثل في البرلمان الصبح ماني ممثل في البرلمان، هو هذه ما هو قد نحن هنا عندنا الاحزاب طاب بشاكة عن الحوار انه عنه بلا فيه شيء يلتقم، ولا جيت انت اللي تزمقهم ولا لا ياخذ عليك شيء، هو لا شنو الرد فهم معناها ما يضايقك الى شي احد ولا ماشي. انا بعد راني نتكلم له قد يقول هاي طريقة قد ماشي يقير بقناعتي عن الحوار ما محتاجة لمرتام، مرتام محتاجة حوار اجتماعي، محتاجة
تنطرح القضايا الكبرى وتنطرح للناس كاملة، سياني فيهم الحزب، سياني فيه الفاعل السياسي، سياني فيه المفكر، سياني فيه المثقف، سياني فيه العالم، والدولة تعود لا تصند، وذاك اللي فيه المصلحة والله ولحق لها اللي منه تقدر تطبقه، يلا تطبقه، هو اللي تقدر تعاون به. والقوى السياسية الله يتموا دائما الجابر ويتموا دائما، وما اللي نعودين قال لك هاي الأحزاب ممثلوا في البرلمان، أنت مدرقان تخشي مقسمي ولا تمثلوا في البرلمان، هو حوار وطن، هو ما هو حوار بين حزبين، ما هو حوار بين كذا، ما هو حوار بين كذا، قد تعود فكرة عند واحد ما هو قاع في حزب يجيب لكم فكرة زينة تعدلوها، ها هو اللي جاء الله يخرب. أنا بعد عن حال هذا النظام أنه في حاجة إلى حوار سياسي بالمفهوم اللي كان خارج موريتانيا، عند جي الدولة تجمع شيء من الناس تجيب لهم شيء مكتوب في طاقت ويتوافقوا له يقولوا مخرجات الحوار خلقوا خلقوا، هذا ما قد استفدنا منه وقد تخرج ياسر المعرفة. في الماضي يعني كانت هناك بعض الملفات اللي ساخرة ومن أكثرها سخونة وأعلاها صوت هو ملف الفئات والشرائح، وأنت كنت واحد من أقطاب هذا الملف، يعني اليوم هذا الموضوع هادئ ولا صوته، من درا كان القضية حلت، من درا كانت لا تنذيرية بين أطراف سياسية اشتغلها، يعني كيف؟ شوف هذا اللي يخرج في موريتانيا من تناتير العرقي والله الأثني اللاشكلي، هي موريتانيا هي لا مكونتين، كونت الزنوج كونت البيضان، بيضان ناطقين بالحسانية، فعلا شي من خلق عدل السياسة عليه بقضايا فيه شي حق وفيه شي مو حق، يطرح قبل خالد احنا كاملين نطرحه، ما طم حد منا فيه، ولا نتكلموا باسم مجموعة ولا باسم إذنية، غير الإذنية اللي مهجوم عليها اللي ندافع عنها في المرحلة اللي تكلمنا فيها، ندافع عنها إذا كانت على باطل. اسمع لا شوف 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 هي ما عفن باطل، احنا لين نهجم على البيضان، تمين قال عنهم كذا وين قال عنهم كذا، لأنه يعني هو بال ندافع عن البيضان ما نستحي منها، ولا أنا قابلين عن حديثة محمد المسؤوليات التاريخية مش من خلق فيها تمات يسوين التقوى الله اللي بقى، احنا ما قد عبدنا حد لنا معدين استعباد، يقال بعد ما اعترفين عمر الثاني فيها قدر من الغبن وفيها آثار الاستقاق متينة، وهي طبقة تعاني من الفقر والتهميش، ويا الله الدور الدين الهليد ويا الله المجتمع الواعي والسياسيين يعودوا هذا هدف عندهم، لأنه بعد قاع مهم بالمستقبل البلد، لأن بلد نصه يضلع ما هو لا يتقدم ولا يخلق، بلد نصه فقير ما هو لا، بلد نصه جاهل ما هو لا يتقدم ولا ينهض، هذا مصلحتنا بعد قاع احنا كاملين. يقرب مني في المقابل ما احنا متقبلين يعني عود واحد اللي عاد دور يجمع الاصوات الله لا يقوم هيشي عنه يقوم يخطا علينا ويقوم يحمل مسؤوليات الدوله مقصره في حق الناس كامله في ساعتين خلقت بها اللي قاع ما عندها شيء، قاع دوله هم مفطنه الناس دوله هون دوله فقيره، والشعب مازال شعب متخلف ومازال شعب ما هو متعدم ومازال خاص ياسر ودموع، ولا يقدوا مره واحده يتملى واحد يقعد خلاص فرنسا تقتل خلاص لا يشوف لك ستوكهولم يقول لك نحن يلا نعدلوا، يلا تعدلوا باش احنا يلا نعدلوا، اول شيء بناء مجتمع متصالح مع ذاته، يلا نتجاوزوا عن هاي القضايا نتجاوزوها، نحن ما عندنا مشكله، نحن اقل العالم اثنيات واقل تنوع، نحن لا اثنيتين زنوج وعرب والله بيضان ناطقين بالحسانيه، وهذا اهلهم متعايشين لهم ياسر قرون بدو تم ولا متعايشين، وانا ما مثلت دارني ذاك خانه ضيقه مثل ذاك، انا بيضان دافع عنهم بعد ندافع عن الهوية البيضانية في الصحراء الكبرى كاملة ومؤمن بها، قال من أجل قوة موريتانيا ما هو من أجل أنك ياك تجي ناطقين بالحسانية في الصحراء الكبرى كاملة، أنا مؤمن بأنهم مصيرهم مشترك مؤمن بها إيمان كلي، هي قناعة عندي أنا، يا قائد مكونات فر ناطقة بالحسانية جزء منها، وضد عن لا حد يفرق هذه ويقول لك اللي أبريل يقعد تعدي تقول لي الزوايا والعرب المعلمين وزناقة وكذا وكذا، هذا ما هو مقبول، نحن مكونة واحدة ومعنا اخوتنا هاو زنوج تعايشين معاهم ناس مزنوج ولا عندهم مشكله، احنا هم يشركنا الدين ويشركنا الوطن، هذا اللي نعود نتخمم به بطريقه تقدموا غير ملي خارج شي ماني قابلو، انا عود مدير على نتاج علبه، لكن انا قال لك انتم حكمتوا بلد وعدلتوا بلد وعدلنا كذا، ما حكمنا بلد يجوا واحدين ويحكموا متقاد فيهم انا وانت حد قريب منهم لا عود قريب منهم حد بعيد يسوع عود مكونتو شنو ويسوع عود هم دياسبورا تحكم مرتان من 60 وفيها الطوائف كامله، لا اللي جا منها يسكت ولي ما احضر من هيكم يصوب يقوم يتكلم، لا يلا حد يتم يعدل بهذا السياسه، هي السلطه الاخلاقيه اللي كنت نقول لك بوي انا كنت انا اللي عطاك بدنا جبار الاصوات بني محرك قضيه مثلا حساسه عاطفيه، ما يلا نحرك هي كان انا قبل نتيجتها، انا ما قلت تكرد عن القانون يا غير السلطه الاخلاقيه اللي دايره انا على راسي، يلا نعمل ما نعود لا شيء لا يجيب لي الاصوات والله شيء لا يجيب لي تعاطف الناس، مش شيء نقول لا هناك المسكوت عنه
وهناك لما يلا ينكشح رماده، هناك حد ما دبات تخرص الدور دولة بك انت قاعد إلى نجحت وريت الأصوات في لا دولة، شنو فايدتها؟ تخيل بك تقعد مهمش في دولة عن تلقى رئيسي في لا دولة وفي الفوضى وفي هذا، معنى هذا مازال قال له ياسر ومازال يحتاج ياسر من النضوج وياسر من دور لا يعقب يخرج. مهم عند أمور لا تمشي على قدام لين تتفاهم الناس كاملة وتخرج توعية دينية وثقافية على هاي القضايا الجوهرية الكبرى، دورنا نتقدمه. واليوم عندنا فرصة في ظل هذا النظام الحاكم لأن النظام هادئ على الأقل، ناس مطمئنة، والاطمئنان هو أهم شيء في خلق الأحداث السياسية الكبرى، لأنك تطمئن ما تتخلق شيء، ما تتبدع. الاطمئنان هو هو العامل الأول للإبداع، ونحن ما تنفعنا الأفكار التقليدية، نحن ينفعنا الإبداع في أفكار يقدر نعدل دولة، لأن دولة جيناها من فوق. واضح. طب هذا الهدوء اللي تتكلم عنه من ركان يعني شملك أنت وبيرام التقيتوا؟ شوف أنا وبيرام ما بينا مشكلة نعود نلتقى ولا ما نلتقى، بيرام ما نعرفه قاع، أعطي شابر ثاني هو مرة واحدة جاء لنا السير من كيف مدى أصحاب بينا، نحن ما عندنا مشكلة، مشكلة نسين أنا بيرام ما نعرفه قاع، هو ما يعرفني أنا، بيرام عنده رأي أنا عندي رأي. شو قضية الحراطين؟ أكثر تقدم جيتي أنا فيه من بيرام، قال من منظري نظر أنا ننظر لهم إنهم مواطنين موريتاني جزء من مجتمع البلاد متخلف، يلا يتقدم ويلا تتحمل الدولة مسؤوليتها ويلا تعدل تمييز إيجابي ويلا تعاون ويلا تقري ويلا تعدل شيء. ليش؟ ياكين هضبية ما يتم مفرني يعني في التقريت ولا في تحصلت على شيء، وياك نبنوا دولة حقيقية. ومؤمن عنها ما تقدر تقول بيننا إحنا مو مشكلة، ما تقدر تستدعي هدوك الواحد ما يصح، بدي هذا مجتمع واحد في جزء فقير في جزء غني، وصرت أكيد لموري البلاد مسكين إذا فيهم واحدين ما يروح لهم أهلين وخلايا، قال هذا ما ينطر بهذه النظرة، هو عنده رواية عدل بها السياسة، أنا اللي عدلت ما عدلت بها السياسة، وعدلوا ما تقدم بي أنا ما عدل بها السياسة، أنا في مرحلة اللي كان مفصول فيه، عدلوا لها نوقف هاي الفوضى ونوقف توجيه الأمور اللي عادت الدولة ما هي حاميتنا، به اللي تجامل سياسيين ولا شيء، لا هي نحمي روسنا، ولا هي نطالبوا من دولتنا تحمينا، ولا هي نطالبوا بحقوقنا، ولا يقدر حد يعود يتم يقول لنا الكلام، ولا يقدر يعود يبطلنا، ولا يقدر يخزينا وطننا. نفس الشيء نحن مولي ما نقدر نعدله إلى هناك يتجاوز بيرام ملدادا محمد الشيخ قزواني أي سياسي رئيس كان أو معارض، أنا نتعامل معهم كمواطنين من درجة أولى مهتمين بالشأن العام، سياني عندي كاملين يا غير مولي ما فيهم حد قد يمارس عليا العنف ولا الدكتاتورية، بي أنا خليك تحر ولا أنت محر يعني إن شاء الله نموت، كل شيء قد يقول عني حد كون حريتي، قال قد يقول يعني لين مارسه يقطع راسي، مارسه يقطع راسي، قال مولي قل عامل فهمتوا. وهي القضية ما يتطلب لها بهذه البساطة اللي انت شايف، بيرام عنده من يرجع للصواب وعاد هامه عن وعود سياسي الصواب الحزب والصواب الصواب اللي هامه عاد وعود سياسي وطني، زرقت له الناس اللي زرق له ياسر من البيضان، انا على ياسر من البيضان زرق له، زرق له الكواء وزرق له الحراطين وزرق له كل نوع الخلق، بيجي عاد هامه وعود سياسي وطني. ولكن كان يقول مازال يقول وقال عاد يقول بطريقة مهذبة وطريقة نخبوية وطريقة سياسية ويطالب بالحقوق كاملة، احنا برنا ندعمه فيها ونمشي معاه فيها، قال لي نعود قاضي له دبوس ومتخيل له عنه قد يهب الناس والله قد يقول هاي جواب في المرصاد يسوى هو يسوى غيره يسوى منهم، ولين يقوم واحد اليوم ويوجه الكوار والله يوجه اي مدى خرشي لين وقفوا ضده ولا هين ولا هين ننعروا عليهم. لان الوقت ده لان الوقت ده نداء الوطن، اين نداء الوطن؟ راعيهم راعيهم وقت ما وقع نداء الوطن، لكن الاحزاب هي السياسه هون موسميه، احنا هون الناس من استسجس مولي تعدل من الولاره الا نجي السياسه حمله والله شيء يعود الخلق عدل السياسه سابقا ما يعود يعدلها. نحن ما راو حد ما قالنا عنا الواحدين فيه في خيارات عندنا زينة عندهم نجاد عليهم وكذا وكذا وكذا. قادرين نلحق عليها. نحن ما يجون يزرقونا ولا يعاونونا. لذلك سبب هاي الرواية نحن لحقناها اللي نقدر نلحقوها صامدين فيها ولا نفتصر معها. والدور نعرف عنها الأمور ما نعجل عليها احنا انه ذاك من عام. الانتخابات اللي فايتة عدلناها السواك اللي شابها شنو؟ ما نجحنا فيها. لين ما نجحنا؟ بين اللي ما كان عندنا الدليل عن انه يصور علينا، بين اللي ما مثلنا في المكاتب، بين اللي شد علينا عن هناك لجنه وطنيه للانتخابات معنا قاعد في عندك رقيب ولا حد، وعن الاداره مستقله بين اللي قال لنا من الولايات، واحنا ما عندنا تجربه في هذا. لين جينا قبضنا ما قد جينا السنه جينا مره واحده، قبضنا ما عندنا النتائج اللي جبرنا واستفدنا منهم ولا درس. عن المره الجايه لين نشاركوا في انتخابات لين ظلموا دور عندنا الدليل ظلمنا. ولين عدمه عدل مولي ما أنا اللي نتكلم في الفايتة.
هذا الرداني ما نجح نسرق اصواتي كي ياسر، هذا احنا ما نعدل ما عرفوا عنا ياسر الناس تعهدنا انه لا يصوت لنا، قال لا يصوت لنا عبد صوتت نيك 4000 ومنزلين في البركه وشاكرينها ونعتبروها ياسر 4000 كبار من قبيله وكبار من قريه وكبار ياسر من خلق ديك نحن ونعرفوا عن مازالت الناس الاخرى مع الوقت تر تقتنع بينا وتسرق لنا غير ما انا لين نفتصل معاهم ندور انت مولاه متباركين معاهم قدموا على ذكر الانتخابات ولا انا دائرا وقاع الانتخابات ما المهم احنا دائرا نوصلوا افكار دائرا نواعوا الشعب ودائرا الانتخابات في حد ذاتها ما يجي المهم بيدي انا لين عدت الحزب انا والناس اللي معي انا كنت في قياده حزب لي بي كنت في قيادات ولين تخرجوا الترشحات ما كانوا قد يصمقوني راهم انا تصماقي ما هو ولين نقبلوا فهمت غير انا ما ندور ما مهم عندي منه ما هو مناصب انتخابيه ولا هو ما هي اللي نسعى فيها قبال بيدي قاع ما هي ضايفه لشيء كبار من كنت فهمت بكلمه لين الوقت تقريبا انتهى هل نحن بحاجه الى انتخابات نيابيه وبلديه شوف انا شاك عن نحن راك دي بحاجه ننتهز فرصه هذا الهدوء السياسي اللي خالي والاجماع اللي موجود واطمئنان الناس هذا اطمئنان اللي فضل هذا الحكم يلا الناس ننتهز فرصه انها تقدم به البلد وتقبل به دي قد تقبل من مكاسب الديمقراطيه والاقتصاديه والاجتماعيه ونحاول أن نعطوا عام والله عامين ما نقع في السياسة إلا إذا كان طبقة سياسية كاملة تختير تنعت اتجاه الشعب من جديد عاقب للي خرب وتعود هناك مولي التقييم لسنتين من حكم محمد الشيخ القزواني يبقي هو ينعت تقييم بسنتين من حكمه يعدل انتخابات جديدة يقدم فيها ناس جديد شوف كان الشعب لا يعطيه ثقته من جديد كتجربة هذا حقوا عنتم قد يعدل الانتخابات يقال ما فهم أزمة ولا فهم رواية تعطي عنا محتاجين للانتخابات عندنا برلمان عندنا هيئات عندنا كل شيء يسوى اللي خارج فيهم النقصان يسوى خارج فيهم من قلت الرضا وبعد الله ماشيين الحال ومعدلين معدلين أمورهم يقير ذاك الآخر قد يعرفوا لا الرئيس اللي انتخبوا الشعب إذا عاد يبقي عدل انتخابات مبكرة والله شافتها هل السياسة عادوا طالبينها ويطلبهم للإجماع ولا يطلب الهدوء السياسي من جديد عن تعدل ما فيه شيء لا انتخابات مفيدة دائما تجديد دماء ولا نوع جديد طبعا بهذه الدعوة وهذا الاطمئنان نتمنى تنتهي حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة بشكركم وأشكر ضيفي الأستاذ داود الأحمد عيشة رئيس حزب نداء الوطن شكرا على حضوره وسعة صدره كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم